حدث في فرنسا شيء يعني أشبه بالعار. نعم فعلا هو عار على الفرنسيين. من باب ما يخلون مشاركة تشارك بحفل الافتتاحية لابسة حجاب، ما يخلوها لابسة حجاب، ومن باب يسمحون للمثليين انه يشاركون بهذا الحفل، من باب صورة للعشاء الأخير للوحة ليوناردو دافنشي اللي أيضا تسيء للكثير والكثير. هذا اللي سوته فرنسا في افتتاح أولمبياد باريس ما هو إلا عار في جبين الفرنسيين. المشكلة بكل شيء ما قدروا يسوون، حتى بالتنظيم فشلوا، وفشلوا فشل ذريع. شفنا احنا الرياضيين المشاركين من جو رادوا ينامون بغرفهم، لقوا الأسرة مالتهم كارتون، عبارة عن كارتون، وشفنا الفيديو شلون انتشر في مباراة ما بين المغرب والأرجنتين. الجمهور دخل للملعب ولغت اللعبة، ولو يكملوها لو ما يكملوها بعدها 3 دقائق. من باب ثاني الرياضيين يعانون من أبسط الأشياء بالقرية الأولمبية. يعني أنت فشلت بالتنظيم وفشلت بالافتتاح، وتجيب مثليين يقدمون حفل الافتتاح، وتمنع امرأة مرتدية الحجاب إنه تشارك. كانت وين تريد توصل بهاي الأفعال؟ فأنت فشلت فشل ذريع. قصة الحدث لهذا اليوم هو فشل الفرنسيين في تنظيم وافتتاح أولمبياد باريس.